السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معاكم محمود الشرنكاوي. والنهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين هتساعدكم على انكم تحرقوا دهون بتبقى متراكمه في منطقه الاكتاف وفي منطقه الترعات، وكمان هتشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق دهون. قبل اي حاجه عشان احنا متعودين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو لعقابكم عشان خيركم يستفيد. ولا بينا نبدا الفيديو. بنات وشباب كتير جدا بيعانوا من مشكله تراكم الدهون في منطقه الاكتاف وفي منطقه الترعات، وكمان بيعانوا من مشكله ثانيه وهي مشكله الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق دهون. فهم ما بيبقاش عندهم الوقت الكافي انهم يروحوا جيم او صاله رياضيه او اي مكان رياضي بهدف انهم يعملوا كل تمرين لوحده في يوم مختلف. يعني مثلا في بنات وفي شباب بيحبوا انهم يعملوا تمرين الاكتاف لوحدها وتمرين الترعات لوحدها وفي يوم مختلف طبعا، بس للاسف الظروف هي اللي بتحكم عليهم، بمعنى دراستهم شغلهم او اي حاجه ثانيه بتشغلهم في حياتهم اليوميه ما بتديهمش الحريه على انهم يعملوا اللي هم عايزينه. تمام، فانا قررت ان احنا في فيديو النهارده اني اعمل تمك للعضلتين طول مع بعض، خاصه فقط للبنات والشباب اللي ما عندهمش وقت كافي زي ما قلت لكم بسبب دراستهم او شغلهم او اي حاجه ثانيه بتشغلهم في حياتهم. وعشان كده انا قررت اني اعمل تمك للعضلتين دول، وهما منطقه الاكتاف ومنطقه الترعات، وانتوا تقدروا تعملوها في نفس الوقت وفي نفس اليوم. وكمان التمارين اللي انا هعرضها عليكم هتنفع انها تتخلص من الدهون اللي بتبقى موجوده في منطقه الاكتاف في منطقه الترعات، وكمان في نفس الوقت هتشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق دهون. وزي ما قلت لكم بالنسبه للبنات والشباب اللي ما عندهمش وقت كافي هتقدروا تعملوا التمارين دي اللي بتخش منطقه الاكتاف واللي بتخش منطقه الترعات مع بعض وفي نفس الوقت، وهدفهم ان هم يحرقوا الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه الاكتاف وفي منطقه الترعات. وانا مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه خالص، لان مشكلتكم هتتحل واعتبارها كمان اتحلت. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم التمارين دي، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول وبقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين انا هعرضها عليكم بيركزوا فقط على منطقه الاكتاف ومنطقه الترعات، وهدفهم حرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه الاكتاف وفي منطقه الترعات، وكمان هتشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. والتمارين دي بالنسبه للبنات او الشباب اللي هم لسه مبتدئين هتعملوها 3 ايام في الاسبوع، يعني يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه. طيب في فئه ثانيه من البنات والشباب جسمهم واخد على الرياضه ولكن الظروف حكمت عليهم ان هم يبطلوا لعب الرياضه فتره طويله او فتره قصيره، وحب ان هم يرجعوا للتمارين ثاني او حابوا يرجعوا انهم يلعبوا الرياضه. فانصحكم ان انتم في الحاله دي تقدروا تعملوا التمارين دي 4 ايام او 6 ايام في الاسبوع، يعني يومين تمرين ويوم راحه، يومين تمرين ويوم راحه. بالنسبه للست ايام في الاسبوع هتقدروا تعملوها 3 ايام تمرين ويوم راحه، 3 ايام تمرين ويوم راحه، وهكذا لحتى ما توصلوا للهدف اللي انتم عايزينه. طيب دلوقتي بالنسبه برضو للبنات والشباب اللي هم لسه مبتدئين، طبعا انا قلت لكم ونصحتكم ان انتم تعملوا تمارين دي 3 ايام في الاسبوع، اللي هو يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه، يوم تمرين ويوم راحه، وهكذا لحتى ما تحسوا ان جسمكم بدا ياخد على الرياضه. بعد شهر او بعد شهرين تقدروا تلعبوا بقى 4 ايام في الاسبوع او 6 ايام في الاسبوع زي ما قلت لكم. وفي حاجه ثانيه برضو مهمه جدا ممكن تبقى مشكله بالنسبه للبنات والشباب، بس بالنسبه لي ما تعتبرش مشكله خالص، ولازم تعرفوا برضو ان كل مشكله وليها حل، واحنا اقوى من اي حاجه وما بنعرفش حاجه اسمها المستحيل. تمام، والمشكله دي اللي بالنسبه للبنات والشباب، وهي ان في بعض البنات وبعض الشباب ما بيبقاش عندهم الطمبل او الحديد اللي انا ماسكها بايدي دي، فبتعتبر مشكله بالنسبه لهم. وانا بصراحه شايف انها مشكله تافهه جدا جدا وما فيش داعي للقلق خالص. ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه. لان الطمبل او الحديد اللي انا كنت ماسكه في ايدي تقدروا تعوضوه باستسين ميه 2 لتر او 3 لتر او 5 لتر او اي وزن متاح عندكم، وتقدروا تحطوا جوه استسين الميه رمل او ميه، بس انا بفضل ان انتوا تحطوا رمل. ليه؟ لان الرمل بيكون قريب شويه من التنابل او من الحديد اللي بيبقى موجود في الشم او في الصالات الرياضيه، وكمان النتيجه بتاعته هتكون افضل من وجود الميه جوه استسين الميه. تمام، دلوقتي احنا يعتبر تقريبا عرفنا اكتر حاجتين مهمين انا كنت حابب اني اوضحها لكم وعرضها عليكم. دلوقتي بقى عايز اقول لكم ان التمرين الاول اللي انا هعرضه عليكم هيشمل منطقتين او 3 مناطق على الاغلب. اول منطقه طبعا منطقه الاكتاف اللي هي الاماميه والجانبيه، المنطقه الثانيه منطقه الترعات ولكن الترعات الخلفيه اللي بتسمى ترايسبس، وكمان في منطقه ثالثه ولكن بيشتغل عليها بنسبه 20 او 30%، وهي منطقه الصدر العلويه.
التمرين ده هيعمل على حرق الدهون وشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق دهون، وكمان هيضخ كميه كبيره جدا من الدم في منطقه الاكتاف والتراعات علشان يعلي معدل حرق الجسم. والتمرين ده هنعمله مع بعض، وعشان هو بيعتبر سهل شويه، 5 مجموعات في 10 عدات. يعني اول مجموعه من 1 لحد 10 وتريحوا نص دقيقه، المجموعه الثانيه من 1 لحد 10 وتريحوا نص دقيقه، وهكذا لحد ما تخلصوا ال5 مجموعات في 10 عدات اللي انا طالبها منكم. تابعوني. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عرضت عليكم التمرين الاول هعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني استهداف نفس استهداف التمرين الاول، يعني بيشمل منطقه الاكتاف الاماميه ومنطقه الترعات الخلفيه، بس بيشمل منطقه ثالثه برضه في منطقه الكتف، وهي منطقه الكتف الخلفيه. يعني في التمرين الاول كان بيركز فقط على منطقه الاكتاف الاماميه، لا التمرين الثاني بقى هيركز على منطقه الاكتاف الخلفيه. والتمرين ده مهم جدا جدا لكل البنات والشباب اللي بيعانوا من تراكم الدهون في منطقه الاكتاف، فانصحكم ان انتوا تعملوا التمرين ده وتركزوا عليه كويس جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عده. تابعوني. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عرضت عليكم التمرين الاول والثاني هعرض عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث هيركز فقط على منطقه الكتف الاماميه والجانبيه، وكمان هيشمل منطقه الترعات ولكن الاماميه اللي بتسمى بايسبس. يعني اول تمرين وتاني تمرين كانوا بيركزوا على منطقه الترعات الخلفيه، لا التمرين الثالث هيركز على المنطقه الاماميه من الترعات فقط. والتمرين ده بيعمل على احياء وتنشيط الدوره الدمويه في منطقه الكتف الاماميه والجانبيه وفي منطقه الترعات كمان. طب يعني ايه احياء وتنشيط الدوره الدمويه؟ يعني بيكتر او بيعلي من ضخ الدم في العضلات اللي احنا بنستهدفها علشان يعلي معدل حرق الجسم ويحرق الدهون بتبقى متراكمه في المنطقتين دول، وكمان هيشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. والتمرين ده هنعمله مع بعض 5 مجموعات في 10 عدات. تابعوني. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول والثاني والثالث هعرض عليكم تمرين الرابع. بس تمرين الرابع بيختلف تماما عن التمرين الاول والثاني والثالث. ليه؟ لانه فقط هيركز على منطقه الاكتاف، وكمان يعني هيحرق الدهون ويشد الترهلات في منطقه الاكتاف فقط اللي هي الاماميه والجانبيه والخلفيه. فاحنا هنعمل التمرين ده مع بعض 5 مجموعات في 10 عدات. تابعوني. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول والثاني والثالث والرابع هعرض عليكم تمرين الخامس. التمرين الخامس هيشمل كل اجزاء منطقه الكتف، سواء الاماميه او الجانبيه او الخلفيه. والتمرين ده هنعمله مع بعض، عشان هو بيعتبر هو مش صعب بس تقيل وبيحتاج مجهود عالي شويه. هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. تابعوني. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. ودلوقتي زي ما انتم شايفين، بعد ما عرضت عليكم تمرين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هعرض عليكم تمرين السادس. والتمرين السادس بيركز فقط على العضله الخلفيه من منطقه الكتف، اللي هي العضله دي. والعضله الخلفيه دي مهمه جدا لانها بتساعدكم على حاجات كتير جدا، يعني مش بس هتحرق الدهون وتخلص من الترهلات اللي فيها، لا بتساعدكم كمان على انكم لما تلبسوا التيشيرتات كتفكم يبقى مفروض بالشكل ده، لان في اغلب البنات واغلب الشباب احيانا بيعانوا من ضعف عام في منطقه الكتف وتلاقيهم ماشيين بالشكل ده، لا التمرين ده بيساعدكم على انكم تبقوا ماشيين وكتفكم مفروض بالشكل ده. فالتمرين ده انا عايزكم تركزوا عليه كويس جدا، وهنعمله مع بعض 4 مجموعات في 15 عده. تابعوني.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده عشان احنا متعودين دايما اي حد عنده اسئله او استفسار يا ريت تعلق في كومنت تحت وكده على بقرب بوت او تقدر تتواصل معايا على موقع ماكو التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام. ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير القناه وشير الفيديو لعقابكم عشان خيركم يستفيد. وكمان ما تنسوش انكم تفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تتعاملوا وتتفاعلوا معايا عشان فضلكم عطاء ربنا اوصل لحلمي. السلام عليكم.